انت عايز تبقى خادم وعايز المخدوم يصلي، لازم انت تصلي تبقى قدوة. حياة القدوة، حياة القدوة. وحياة القدوة دي اللي بتخلي الإنسان تلميذ صح، إن أنا قدامي ناس كتيرة ومعلمية ناس كتيرة وباخد منهم واتعلم واتعلم. القدوة هنا زي القديس بولس الرسول كان بيعلم تلاميذه، فقال لهم لازم التلميذ يشتغل، ويقول لنا في رسالة أو في سفر الأعمال لما كان بيتكلم قصوص مدينة أفسس قال لهم هاتان اليدين، وعمل إيديه كده ليه؟ أصل إيديه كانت مخرمة من كتر الإبرة اللي كان بيشتغل بيها صناعة الخيام، فقال لهم إيديا دي اشتغلت مش إيديا كسلانة. وعشان كده يقول إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا. فكان بولس الرسول نفسه تلميذ حلو، مع أنه آخر واحد في التلاميذ، آخر واحد. يعني المسيح اختار الاثناشر وطلع فيهم واحد وحش اسمه يهوذا، واختار السبعين وطلع فيهم واحد وحش اسمه نيقولاوس، وبعد كده اختار بعد صعوده اختار شاول الترسوسي اللي كان وحش، وبعد كده صار بولس الرسول. وصاروا التلاميذ دول هم الصورة الحلوة. فبقى بولس الرسول هو بيكلم قصوص مدينة أفسس يلوم إيديا اللي اشتغلت، ما كنتش قاعد كسلان بشتغل، ومن كتر الشغل إيدي بقت منقرة من خلال الإبرة اللي كان بيشتغل فيها. أنبا أنطونيوس بنعتبره ليه أول الرهبان؟ طب ما فيه أنبا بولا قبليه سميه أول السواح، وفي أباء كتير، لكن أنبا أنطونيوس أول واحد تكون حوله جماعة التلاميذ. وكلكم عارفين القصة اللطيفة لما جلس القديس الأنبا أنطونيوس وحواليه مجموعة من الرهبان الجداد، وبعدين كل واحد عمال يسأله سؤال وهو يجاوب، وبعدين كان في راهب صغير قاعد كده ما قالش ولا سؤال، فقال له ما عندكش سؤال عايز تسأله؟ ما انتش عايز حاجة؟ فرد عليه هذا الراهب المبتدئ وقال له يكفيني النظر إلى وجهك يا أبي. وكانت العبارة ده هي يمكن الأسئلة اللي سألوها التلاميذ دول ما نعرفهاش، لكن العبارة اللي قالها هذا الراهب الصغير هي اللي عايشة عبر الزمن، يكفيني النظر إلى وجهك يا أبي. وتاريخ الكنيسة بيحكي لنا عن واحد من الأباء البطاركة راح يزور قديسين في البرية، فزار القديسين من قلاية لقلاية لقلاية، ودخل في قلاية راهب مشهور قوي. فابتدأ أبونا البطرك قاعد وياه مساعدين، والأب القديس قاعد في القلاية ما بيتكلمش خالص. فاتت ساعة، فاتت اتنين، تلاتة، ده قاعد مستني إن الراهب القديس يقول أي كلمة. فواحد من مرافقي أبونا البطرك راح لهذا القديس قال له قول حاجة بقى عشان أبونا البطرك يروح، يعني يقول له كلمة. فراح قايل عبارة لطيفة قوي، قال كده لو لم يتعلم من صمتي لن يتعلم من كلامي. فأبونا البطرك أعجب بهذه الكلمات وقال هي دي البركة اللي أنا خدتها وطلعت بيها من الزيارة دهية، لو لم يتعلم من صمتي فلن يتعلم من كلامي. يعني الصمت معلم. انت عايز تبقى خادم وعايز المخدوم يصلي، لازم انت تصلي تبقى قدوة. انت عايز المخدوم يصوم ويتعلم الصيام، لازم يلاقيك صايم قدامه. انت عايز الخادم يتمتع بالليتروجية،
يتمتع بالقداس، يتمتع بالعشية، يتمتع بالنهضة، لازم أنت تكون حاضر وظاهر تمتعك بهذا التسبيح كله.